خبر يهمك مع احمد مطاوع. خبر سيء لكل محبي كهرباء والنادي الاهلي. خبر يهمك مع احمد مطاوع. للاسف اعلن النادي الاهلي النهارده عن اصابه محمود عبد المنعم كهرباء بفيروس كورونا، طبعا قبل المواجهه المرتقبه ما بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا احتمال كبير جدا ان هو ما يشاركش او ما يلحقش المباراه. طبعا الشفاء لكهرباء ولكل اللعيبه المصريين اللي اتصابوا بفيروس كورونا في الفتره الاخيره، منهم محمد صلاح والنني وكوكا والناس اللي هو اتصابوا كلهم يعني. خبر يهمك مع احمد مطاوع. خبر يهمك مع احمد مطاوع. للاسف اعلن النادي الاهلي النهارده عن اصابه محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا. خبر يهمك مع احمد مطاوع.